بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بفضل الله عاوزين ناخد نوعية تانية من الدوال بتساعدنا شوية في الشغل. تعالى كده جرب معي، انا لو حبيت اعمل دمج للفيرست نيم واللاست نيم عملناها قبل كده، بعمل ايه؟ بكتب سيلكت ماشي الفيرست نيم، وبعد كده بعمل علامة الدمج دي، وبعد كده بقول له واللاست نيم، صح كده؟ كل ده فروم مين؟ فروم ال ايه؟ ال امبلويز، واجي اشغل كده اهو، حط لي ده مع ده، خلاص؟ في دالة بتعمل هذا الكلام، وهي تعالوا نشوفها. سيلكت بقول له ايه بقى؟ بقول له كونكات كونكات، وادي القوسين بتوع الداله، وادي فروم امبلويز سيمي كولون. تعال هنا بقى، جوه الداله بتعمل ايه؟ جوه الداله بتديها طرفين، بتديها نصين، نص كوما نص. هنا النص ايه؟ هديها الفيرست نيم اهو، فيرست نيم كوما، وهديها اللاست نيم. خدت بالك؟ دي بتديها نصين بس، نص ونص، تدمجهم لك. نفس القصة، يعني بدل ما تدمج بمعامل الدمج، بتدمج بإيه؟ بكونكات. شغل كده، نفس الناتج أهو. خدت بالك إزاي؟ تمام، يبقى كده دالة كونكات خلاص، لما بتحط لها نص كوما نص، بتاخدهم وتحطهم كده، تلزقهم في بعض وتعرضهم لك، خلاص؟ أيا كانوا النصوص دي إيه بقى؟ ماشي؟ طيب. حلو أوي. يعني انا ممكن اجي هنا اعمل ايه؟ اقول له select concat okay concat، واقول له هنا ايه؟ اقول له hello مسافة كوما، واروح مديله ايه مثلا؟ ال first name، كل ده from employees، واجي اشغل اهو، هلو فلان هلو فلان هلو فلان هلو فلان. خدت بالك؟ طيب حلو قوي. حاجه تاني، في داله تانيه جميله جدا بتخليك تعرف عدد النص اللي معاك كام. يعني ايه؟ يعني بص، انا هاجي اقول له select first name كوما واللاست نيم فروم امبلويز، واجي اشغل هيجي. عايز اعرف انا بقى ده ايه؟ الين ده 1 2 3 4 5 وهكذا. عايز اعرف عدد حروف كل اسم، اعمله ازاي ده؟ اعمله ازاي؟ حلو قوي. ممكن تيجي هنا تقول له ايه؟ تقول له بص، شايف دي؟ اه، حط لي جنبها اللينجس بتاعها. اللينجس هي دي الداله اللي بتحط جواها اي نص بتعرفك عدده كام. فانا هقول له حط لي جنبها اللينجس بتاع الايه؟ بتاع الفيرست نيم كوما، وهنا دي برضك ايه؟ كوما، حط لي جنبها اللينجس بتاع اللاست نيم. شغل كده اهو. بص، ده 5، ده 4، ده 6، ده 4، ده 5، ده 8، فاهم؟ وممكن كمان نعمل حركه جميله. بص، نفس الجمله بس ايه؟ ادمج. يعني بص هعمل ايه؟ مش هخليه بحق، اعمل كده، قول له هدمج يعني فاصل نصي كده مثلا، وحط اللينجز، وهنا نفس القصة. هدمج فاصل نصي كده مثلا، وبعد كده ايه؟ احط مين؟ اللينجز. كل ده دمج، دمج في دمج في دمج، فاهم؟ اهو. يعني قدام الاسم على طول عدد الحروف بتاعته. دي كده ايه؟ دالة اللينجز. يبقى احنا كده خدنا الكونكات وخدنا اللينجز بفضل الله.
استنى استنى، رايح فين؟ ويت، انتظر ثواني. عملت اشتراك، طب عملت لايك، ده دوسه دوسه اشتراك، عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا، عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك. وما تنساش تدخل على موقع الاكاديميه www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بفضل الله.